أن يأخذ نعيم كل الخلق اللي عندهم نعم متعددة، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده إيه ما عندوش حاجة. أتريد أن تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمة واحدة كافية؟ قال لا، ده تقدر تاخدها كلها تكعبس عليها كده. إزاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها. إن فرحت بالنعمة عند صاحبها تأتي إيه؟ تأتي إليك. وانت قاعد كده ولا بتفكر لا بتتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمه عندنا خير ويجي لك، بالنعمه عندنا خير. ليه؟ لان النعمه احب لصاحبها منها له منه لها. النعمه تعشى مين؟ تعشى صاحبها، لانها فاهم ان ربنا بعتها له كده، هي اللي تعشقه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ تؤتي اكلها تؤتي. لما الجنينه تزرعها كده هي اللي تؤتي اكلها، تجيبه لك لحد فآتت أكلها، هي اللي جابولك. ولذلك احنا قلنا ان الرزق يعرف عنوانك كويس قوي، انما انت ما تعرفش عنوانه ابدا، هو فانا حتى ما تعرفوه. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل، وهل فضلت الجنة الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو الرسول قال يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل واحد عرفوه وبرضه بشروا كم مره بالشكل، فقالوا لي طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنه. فراحوا قالوا لي يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنه، انت بتعمل ايه قول لنا علشان نبقى زيك. قال والله اني لاصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني اهي ولكني دي بقى العله الحيثيه، ولكني ابيت وما في قلبي غل لاحد. نايم كده مبسوط ومرتاح ومفيش غل. فلما قالوا للنبي يا رسول الله سألناه فقال كذا وكذا وكذا، وبيقول إن ما فيش أنا ما. قالوا هل فضلت الجنة الدنيا إلا لأن الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ إذا أراد الإنسان أن يأخذ نعيم كل الخلق اللي عندهم نعم متعددة، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده إيه ما عندوش حاجة، أتريد أن تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمة واحدة كافية؟ قال لا، ده تقدر تاخدها كلها تكعبس عليها كده. إزاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها.